تعز لم تهدأ بعد. لا تزال الجبهات الشمالية والشرقية تعلن أن ما بدأته الجبهة الغربية يمضي بالوتيرة ذاتها لتحرير مداخل المدينة وقطع إمداد الميليشيا عنها. ومع كل خطوة تخطوها المقاومة تتسع رؤية المدينة لنفس الحرية. التطورات المتسارعة على الأرض واشتداد المواجهات تؤكد أن ما قبل 11 مارس ليس كما بعده. فالخطوات الرامية لتعزيز وجود الدولة في المناطق المحررة بدأت بتسليم معسكر اللواء 35 مدرع للقيادة العسكرية بعد 24 ساعة من تحريره، وانتشار قوات عسكرية لحفظ الأمن في منشآت المدينة وأحيائها. تعود الحياة لأروقة المدينة والأمكنة ووجوه الناس، وهو ما يؤكد أن لا عودة لعهد الحصار، وأن روح الحرية ستمضي في وجدان اليمنيين وعزائمهم في إب والبيضاء والحديدة وصعدة وصولاً إلى صنعاء، عاصمة كل اليمنيين. تقول الأحداث على الأرض هنا في الحالمة إن الحفاظ على الانتصارات ليس بفتح الجبهة الشرقية وحدها ولا حتى الغربية كذلك، بل بتمديد رقعة المعركة لتتسع باتساع الخارطة الوطنية، وهو ما يعزز حضور الدولة بعد التحرير في الوسط والجنوب ويمهد لاستكمال تحرير البلد واستعادة الدولة لكل أرجاء اليمن، خصوصا المناطق المهيئة للتحرير منها ما تبقى من منافذ تعز وأريافها ومحافظة البيضاء والجوف وأطراف الضالع. وكما يبدو أن خسائر التحالف الانقلابي أصبح واقعا تدركه الميليشيا وتمضي خطواتها وفق متغيراته القائمة على تلافي الخسارات المتوالية الواقعة في صفوفه، ويرى مراقبون أن وقف عمليات الميليشيا الانتحارية على حدود المملكة يأتي بمثابة اعتراف غير معلن من قبل الميليشيا بالهزيمة ومحاولة متأخرة للملمة أوراقها الأخيرة للاتجاه بمعركتها نحو الداخل. فالعنف والإفراط في القوة للداخل يتناقض مع تعامل الميليشيا الأخير على جانب الحدود التي قامت الميليشيا بإعلان التهدئة فيها وتسليم خرائط الألغام للجانب السعودي، وذلك ما يشير إلى ملامح صفقة تنهي الاعتداءات الحوثية على الجانب الحدودي والتفرغ لإدارة عمليات العنف على المدنيين. بعيداً عن تلك الحلقة، تبقى معركة صنعاء هي النهاية المؤجلة للمعركة، وفكرة سقوطها بدون مواجهات هاجس مؤرق للميليشيا التي لم تعد تثق بالأرض التي تبسط سيطرتها عليها.